عبد الله، قبل قليل شاهدنا تقرير من رام الله وعن الأوضاع السياسية داخل رام الله، وكيف أن هناك أيضا صراع ما بين العرب وبين إسرائيل، وشاهدنا تلك المشاهد التي شاهدناها كثيرا. لكن بعد الربيع العربي، نسميه حقيقة ربيع دموي، كدنا أن ننسى القضية الفلسطينية، ولم يعد هناك أي ذكر لها كما هو كان مكثف في وسائل الإعلام وغيره. هذا الربيع استطاع أن يخلخل دول العالم العربي، أو بعض الحقيقة خاصة دول الشام التي نرى فيها ونرى فيه صراع في المنطقة. كيف ترى أثر تأثير الإعلام في إزاحة قضية عن النقاش أو الالتفات لها في ظل أيضا قضايا أخرى وصراعات أخرى تسيطر على ذلك الموقف الذي كان أهم العرب؟ ماذا تعتقد في القمة أن يحقق توازن بين أيضا عدم تناسي هذه القضية والحفاظ على أيضا حقوق الفلسطينيين وأيضا حقوق الدم العربي الذي يهدر بشكل دائم في فلسطين؟ أنا حقيقة أشكر أخوي سليمان على إثارة هذا الموضوع، وأنت الدارس للإعلام ولا شك أنك درست وغيرك درس اللي هي نظرية ترتيب الأولويات. الإعلام يصنع لك الأولويات أو يصنع للمشاهد والمتلقي الأولويات التي يفكر فيها. لا شك أنه الربيع العربي، إنجاز لنا تسميته بهذا الاسم، أزاح قضية فلسطين عن الواجهة، أصبحت هناك قضايا أكثر أهمية وملحة. لكن المملكة العربية السعودية في كل محفل دولي ما تلبث أن تعيد قضية فلسطين إلى الواجهة، تنادي وتكون قضية فلسطين هي القضية الأولى التي تنادي فيها المملكة العربية السعودية على كافة الصعد. اليوم أرى أن قضية فلسطين أعيدت إلى الواجهة، أصبحت هناك تكاتف أو تعاون دولي عربي لاتيني على إعادة هذه القضية إلى الواجهة. عدم الرضا عن الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل المجرد من السلاح، سيكون هناك رأي عام موحد سيصدر عن هذه القضية. وكالات الأنباء أيضا ستنقل عن هذا القمة قراراتها، سيكون هناك تفعيل لهذه القرارات أمام المحافل الدولية لإيقاف المجازر الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل. لا شك أنه هذه القمة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، دفعت بها إلى الواجهة، جعلتنا نفكر فيها، جعلتنا الآن ننظر ماذا يجري لإخواننا في فلسطين. القهر والعدوان الإسرائيلي الذي يواجه به إخواننا اليوم أصبح يتصدر شاشات التلفزة في مختلف وسائل الإعلام العالمي، فبالتالي هذا يصنع رأي عام غاضب تجاه إسرائيل وممارساتها. إذا ما كرس من خلال هذه القمة وكان هناك متابعات له وأصدرت قرارات وتوبعت هذه القرارات، فسيصدر عنها إن شاء الله المزيد من الأخبار الجميلة بشأن إخواننا في فلسطين.